هذه الوصفة سوف أحتاج إلى 3 صدور دجاج تقطع شرائح نوعا ما رقيقة وليست رقيقة جدا. نحتاج إلى بصلة مفرومة متوسطة الحجم، 3 فصوص ثوم، نحتاج إلى عصير نصف ليمونة، نحتاج إلى 2 قطعة زبدة، نحتاج إلى كريمة الطبخ، تقريبا كوب كريمة طبخ أو هنا ما يعادل 200 ملي. نحتاج إلى كزبرة مفرومة، ونحتاج إلى معكرونة. استخدموا نوع المعكرونة المفضل لديكم، أنا استخدمت هذه المعكرونة. تسلق المعكرونة لكن ليس سلقة كاملة، يعني تقريبا 90%، لأنها سوف تنضج فيما بعد مع الدجاج. ونحتاج إلى الملح، نحتاج أيضا إلى عفوا إلى ملعقة كبيرة دقيق أو طحين. في مقلاة نضع قطعة من الزبدة، نضع صدور الدجاج بدون تتبيل ولا أي شيء، فقط هكذا. ونتركها حتى تنضج جيدا من الجهتين. هنا صدور الدجاج لدي من النوع، يعني دجاج حجم صغير وليس حجم كبير، لهذا سوف تنضج بسرعة. هنا كما ترون الدجاج بدأ يأخذ اللون الذهبي. سوف أضع الدجاج جانبا. نضيف القطعة الثانية من الزبدة. إذا لم ترغبوا في استخدام الزبدة يمكنكم استخدام الزيت عادي. نضيف البصل. ونتركه حتى يذبل. الآن نضيف الثوم. ونحرك تقريبا لمدة دقيقة. الآن سوف أضيف الماء. بالنسبة لكم يمكنكم استخدام مرق الدجاج إذا توفر لديكم، أو استخدام مكعب الماجي مع الماء. أنا لن أستخدم مكعب الماجي حاليا، أنا لا أستخدم مكعبات الماجي نهائيا في الطبخ، فقط سوف أكتفي بالماء العادي. سوف أضيف حوالي كوب ماء وسوف أتركه حتى يبدأ في الغليان. عندما تبدأ المكونات بالغليان سوف أضيف ملعقة دقيق. وأحرك جيدا حتى لا يتكتل لدينا الدقيق. طبعا النار يجب أن تكون هادئة وليست مرتفعة جدا. سوف نحصل على خليط كما ترون ثقيل. الآن سوف أضيف كريمة الطبخ. سوف أتركه حتى تسخن قليلا الكريمة ونكمل بقية المكونات. نضيف الآن 1/4 ملعقة فلفل أسود.
سوف نحتاج، سوف أضع القليل من البقدونس الآن، عفوا الكزبرة الآن، والباقي سوف أضعه فيما بعد. سوف أضيف الليمون وأحرك. لا تنسوا إضافة الملح. الآن بعد أن تبدأ الصوص في الغليان، سوف أرجع قطع الدجاج. سوف أتركها قليلا في الصوص على نار هادئة تنضج أكثر. بعد أن تركنا الدجاج في الصوص لحوالي دقيقتين إلى ثلاثة على نار هادئة جدا وليست مرتفعة، الآن سأضيف الماء لإضافة المعكرونة. نضيف حوالي كوبين من الماء. سوف أتركه يبدأ في الغليان وأضيف المعكرونة. نبدأ بإضافة المعكرونة. سوف أترك المعكرونة تكمل النضج في المرق مع الدجاج على نار هادئة. المعكرونة مسلوقة من قبل وتحتاج فقط إلى القليل. إن احتجتم القليل من الماء يمكنكم إضافة القليل من الماء إن احتجتم ذلك. سيكون هناك صوص كافي لإكمال نضج المعكرونة. نتركها حوالي 5 دقائق على نار هادئة جدا. نضيف القليل من الكزبرة، نحرك قليلا وتقدم حسب الذوق. هذا هو طبقنا جاهز. أتمنى أن تجربوه، وصفة لذيذة وسهلة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.